مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودتم مفتاح فتح مصر. نحن مستمرين معاكي في مهرجان شتاكي عندنا مش في اي حته تانية. تعالوا نعرف المنيو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان الشتاء وتسقع والجو الجميل ده. تعالى نعمل طواجن. هنعمل طواجن بايه يا عم حسن؟ هنعمل اول حاجه لحمه بالبصل وتعملي جنبه شويه رز وتلم العيال حوالين اكله جميله، او هنعمل كوارع بالحمص بتفاصيلها بحركاتها بتكتها، وهنعمل كمان طاجن لصوصات العصفور بالموز. تعالوا ما نشوف هنعمل ايه. اجيب الموز بتاعتي من الجزار اللي جنبي او من السوبر ماركت بتاعتي، ادي عندي الموز بتفاصيلها عشان يا جمال قدامك تفاصيلها اهو. عايزه تعملي كل طاجن واحده او اتنين زي ما انت عايزه، كل تفاصيلك قدامك. او تجيبي كارع امامي وتعملي عليه طاجن بالحمص، كارع امامي عشان نطجنه برضو. امامي خدي بالك، الطاجن امامي، الكارع امامي بيبقى فيه كل، شفت هنا النقاع زي ما انت شايف كده ياسر، اللي هو الايه مش الجيلاتينا، لا العروق اللي هي فيها الايه القرمشه والجمال والحركات والتكات. يا جمالك، او تجيب لحمه قد بصل عشان تعمل طاجن لحمه بالبصل زي ما انت شايف كده. يا تفاصيلك، وادي البصل اهو. تعال نعلق على طاجن اللحمه بالبصل، حط معلقتين زيت ومعلقتين سمنه وادعهم كده كويس مع بعض، اطعمهم مستكه، حبهان، كبه صيني، ورق لورو، وحمصهم كويس قوي. وعلى ما يتحمصوا تعالى اما نشوف هنعمل ايه تاني. عندي بقى الكارع بتاعي غسله كويس قوي من بره ومن جوه، ودعكه مره واتنين وتلاته بدقيق وبخل وبملح خشن مرة واتنين وتلاته، وشطفته ونقعته في المحلول الملح بتاعي، ميه بتلج فيها عصير ليمون فيها خل فيها ملح خشن، كل ده مع بعض وشطفته. ميه سخنه بتغلى على النار، اطعمها بايه؟ بصلايه، خد بالك عشان اسلق الاول، وعود كرات، وعود كرفس، وجزرايه متقشره ومتقطعه، وشويه فلفل حصى، ورق لورو، وحبهان ومستكه، والكرع اهو. التركه بتاع الشيف حسن عشان السوى، التركه بتاع الشيف حسن عشان تسوي الكوارع بتفاصيلها، معلقه خل ومعلقه سكر، ده عشان الايه السوى، خدي بالك اهو عشان ما تحطيش اي ماده كيميائيه عشان تسويه الايه الكوارع بسرعه. تمام، حطينا سكر وخل. بعد كده بقى تعالى بجيب الكرع اللي انا منضفه ومكسراه وابدا اسقطه. تعالى بص التفاصيل، بص الكارع عامل ازاي، الحافر عامل ازاي، تفاصيلك عامله ازاي. احلى كارع في الدنيا الامامي، وتستمتعي بيه لان فيه العضل، مفيش فيه المهلبيه اللي جوه الكارع. وبعد ما حطينا الكارع بتاعنا اغطي عليه، بعد ما اقلبه تقلبتين واسيبه لمده ساعه على ما اطجن الصوص بتاع الكوارع بالحمص. جبت الحمص بتاعي زي ما انت شايف كده قدامك، ونقعته 12 ساعة، ليلة كاملة اهو منقوع عشان هسلقه لمدة كام ساعة وربع. كده عندي الطاجن كده الكارع، حطيته في المية اللي فيها بكوي جرنيه وتركة الشيف حسن، خل وسكر عشان السوى، وبعد كده هطجن الصوص بتاعه. عندي البصل والسمنة والصلصة والطماطم والبهارات، واخد شوربة من هنا عشان اعمل الصوص بتاع الطاجن. ارجع هنا الصور بقى اللحمة بإيه؟ ببصل. بص انا المادة الدهنية اتحمصت فيها البهارات، تعالى بقى ادي صدمة. صباح الفل. يا استاذة دولة وحبيتنا في صغها كلهم، اهلا وسهلا بيك. صباح الفل يا هانم. الله يخليك. انا بسأل على فطير الصينية لو سمحت. عن ايه يا فندم؟ فطير الصينية. مش واخد من السامة.
فطير الصينيه، فطير الصينيه حاضر من عندي قبل العند تحت ابرك. بص اللحمه وريحتها وريحه بيتك. تعملي طاجن كوارع، تعملي طاجن لحمه بالبصل زي ما انت عايزه، التفاصيل كلها قدامك اهو. عندي بقى بصل كتير، وعندي فلفل حار، وعندي توم مكعبات، كل التفاصيل قدامك. بس امتى؟ بعد ما اقلب بصل كتير وتوم وفلفل حار ودلعي. اقلبي زي ما انت شايف كده قدامك اهو تفاصيلك، عشان تعملي احلى شويه طاجن لحمه بالبصل، تكون كميه البصل قد كميه اللحمه، وتدلعي طعامي مستكه وحبهان عشان تدي طعم، ورق لورو، والريحه طالعه عندك قدامك اهو ريحه بيتك، كل التفاصيل. هجيب بقى كرعة او اتنين عشان لسان العصفور، فاعمل ايه فيهم؟ هبصمه على الشوايه بتاعتي عشان احتفظ بالايه، العصاره الداخليه لما اجي اسلقه. خدي بالك من التفاصيل. هجيب عندي قدامك الاتنين موزه اللي انا جايبهم وجاهزين عندي، تعالى كده اهو، اسيب ده كده شويه، اغطيه واسيبه شويه على ما اديلوش لسه الا ما يلون. وهنا اروح مغيره النار دي للنار دي، احط دي النار عاليه، واجيب دي هنا عشان ابدا اعمل ايه الصوص عشان اطجن الطاجن بتاعهم. سايب هنا كده يتسلق الكوارع، ونقول صباح الفل يا استاذه فاطمه. ازي حضرتك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا هانم. يا رب يخليك، والله انت البسمه اللي في حياتنا يا شيف والله. صباح الرضا، مش قوي كده، طمعيني في نفسي. والله العظيم يا سيف، ربنا يعلم بمعزتك والله. صباح الفل يا هانم. يا رب يخليك. بالله عليك يا شيف، عايزك تفيدني في سؤال كده. تحت امرك. انا تعليمي يعني كان خارج الطبخ وكده، فانا دلوقتي عايزه اقدم ان شاء الله، بس في يا شيف معهد سنتين افضل من اني ادخل ثانوي سياحه وفنادق ولا ايه؟ اه في طبعا، في طبعا في دراسات عليا، في معاهد وفي كليات وفي ثانوي، بس اهم حاجه يكون في عملي، اهم حاجه يكون في عملي، هو ده النقطه المهمه. ممكن تاخدي دراسه هنا وهنا وما مارستيش المهنه، فلازم تكوني في عملي، تروحي مكان يبعتك تدربي في مكان يكون طبعا مستوى عشان تتعلمي المهنه من اي تو زد من بدايتها. صح كده، مش اي حته تدربي فيها وتتعلمي يعني. بجيب عندي زي ما انت شايف الموز، وبفتحها عشان يا عم حسن خطواتك كلها قدامك اهو، يا تفاصيلك فتحها بس، فتحي بالسكينة فتحات بسيطة يا جمالك. وعشان تبقى طرية من جوه لما احطها في المية اللي انا هسلقها فيها قبل ما طجي لسان العصفور، هديها مارك. تعالى كده اما نشوف المارك بتاعنا بتفاصيلك قدامك اهو، وادي المارك اهو، دلع بس كده. يا ام ساره صباح الفل. صباح النور يا شيف حسن. صباح الرضا يا ام ساره يا غاليه. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا هانا. عايش يا شيف حسن، عايزه عندي طلبين لحضرتك. اتفضلي يا هانا. عايزه اعرف فيك بالشوكولاته والكوارع. طاجن الكوارع اهو، طاجن الكوارع اهو، كيكه بالشوكولاته سهله، لكن طاجن الكارع قدامك اهو بتفاصيله. تعالى هنا بقى نبدا نطجن على ما الكوارع تستوي، اطجن يعني اعمل الصوص اللي هدخل فيه الطاجن الفرن مع الحمص. بحط عندي معلقه سمنه تقدح عندي عشان الكوارع، وهنا هرجع ابص على اللحمه بتاعتي زي ما انت شايف كده قدام. السمنه عندي تسيح، بروح حاطط بصل بتاعي الاحمر بتفاصيلك كده كلها قدامك، البصل الاحمر بتاعه اهو، ده عشان ايه؟ الطاجن بتاع ايه؟ الكوارع بالحمص، الحمص قدامك اهو. اما هنا اللحمه غيرت لونها زي ما انت شايف كده قدامك، تعال اما اطعمها، فلفل حار وتوم مكعبات، وتوم مكعبات يا عم حسن، وبصل كتير قد اللحمه، ودلعي عيالك في الشتا ده وفي الساعه دي يا جمالك. طبعا تعالى بص، اهم حاجه بقى، اهم حاجه بقى كل ده ما تحطيش ميه ولا اي حاجه، ما تحطيش ميه ولا اي حاجه دلوقتي، تسيبيه بقى يدبل، تغطيه، تغطيه كده اهو يا يسور، وعلى نار عاليه
وارجع هنا اهو للبصلايه بتاعتي بتاعه الطاجن بتاع ايه؟ الكوارع. تعالى هنا اهو بقى المارك، بص التفاصيل، الحركات، المارك بتاع ايه؟ يا تركاتك يا عم حسن، وريحه بيتك. تعملي بقى طاجن لسان عصفور على موز، تعملي لا طاجن حمص مع كوارع، تعملي لحمه بالبصل، احتاري واختاري. تعالى بقى شوف هنا عندي، تعالى كده وشوف كده وتدلع يا تفاصيلك يا حركاتك. سبت البصل خالص ينزل ميته، ده البصل ده بتاع الطاجن بتاع الايه؟ الكوارع. اما البصل هنا بتاع اللحمه سبته خالص على نار عاليه، على نار عاليه يعمل ايه حسن؟ ينزل ميته ويدبل خالص يا تفاصيلك. هنا بقى البصل بتاعي اروح مدياله معلقه صلصه، واروح جايب الفلفل الحار بتاعي ده قدامك اهو، واروح فاتحاه ساندوتش، واحطه هنا مع الصلصه بس، مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. حركي وتعالى اما نشوف الكارع قدامك، هو بيقول لك يا تفاصيله يا حركاته يا تكاته. الكارع قدامك اهو بيستوي، وده الطاجن بتاعه هنا، ده الكارع اهو بسلقه في البوكيه جرنيه ده، واديت شويه خل وشويه سكر عشان يستوى. وهنا اللي قدامه ده التشبيكه بتاع الطاجن بتاعته يا جمالك. وهنا ده الموز بديها ماركة على الشواية عشان تحتفظ بالعصارة الداخلية، ريحة بيتك. تعال بقى شوف التفاصيل. يا جمالك، والبصل هنا عندي اهو انقل على نار عالية عشان الشوربة بتاعتي. تعال هنا اهو نشوف البصلاية مع الصلصة مع الفلفل الحار كده تمام قدامك اهو. احط لها ايه يا عم حسن؟ ملح وفلفل وبهار وجوزة الطيب وكمان شوية كمون وشوية سكر مهمين جدا عشان الطعم. واروح جاية الطبق اللي انت خدته هنا، حاطط 5 كوبايات طماطم مبشورة، واسيبها تأثر من غير ما اديها شوربة. وما تنسيش عندك اهو قدامك اهو، اسيبها تأثر ما اديش شوربة دلوقتي. والحمص جاهز مسلوق، لا اسيبته في مية سخنة تكون زي الفل. ام احمد منين؟ ام احمد وحبايبنا في الشرقية، ازاي حضرتك؟ صباح الفل يا غالية، منور الشاشة والله يا شيخ. صباح الفل يا ام احمد يا غالية، انا بس متصلة اسلم على حضرتك. صباح الفل يا هانم وكل الشرقية، يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك ويحسب ما بين ايديك. امين يا رب. امين امين يا رب العالمين يا رب، ربنا يخليك، متشكرة. صباح الفل يا ام احمد، صباح الفل يا رب. امين يا رب العالمين يا حبيبتي، الف شكر يا ام احمد. تعالى شوف الموز وريحة بيتك، ما اديناش تتبيلة ولا أي حاجة خالص، أنا بديها ماركة عشان لما أجي أسويها تبقى كل تفاصيلك. والطواجن عندك أهو، طواجن كبيرة طواجن صغيرة، بص طواجنك قدامك اهو يا تفاصيلك يا عم مجدي، وطواجنك قدامك يا تفاصيلك. تعملي بقى لسان عصفور بالموز، تعملي لحمة بالبصل، تعملي كوارع بالحمص زي ما انت عايز، تستعجليش يا جمالك. ارجع هنا اهو للطاجن بتاع الحمص والكوارع هنا قدامك، اجيب الحمص اللي انا نقعته 12 ساعة ولسه ما اديتش شوربة كوارع. بعد ما تستوي شوربة كوارع اديله الشوربة والكوارع واطجنه واقفل عليه. هاجي هنا اهو بقى للحمة بالبصل، انقل هنا الكوارع على النار العالية، واجيب اللحمه بالبصل هنا قدامي عشان املكها. تعال اهو بص التفاصيل، البصل دبل خالص اهو، اهم حاجه ينزل ميته، واللحمه قد البصل، خدي بالك اهو اللحمه
قد البصل، اللحمه قد البصل، دبل البصل خالص كده مع اللحمه. تعالى اما اعمل ايه؟ بهاراري، ملح، فلفل، بهار، جوزة الطيب، والتركه المهمه شويه سكر، ومعلقتين من الصلصه، وكوبايتين طماطم مبشوره، وقرنين فلفل رومي، وخمس كوبايات ميه سخنه بتغلي. هناخدهم على مراحل كده. يا تفاصيلك يا ريحه بيتك. عودي نفسك تكوني مستمتعه زي ما بيقول لك استاذ ياسر وانت بتعملي حاجتك. يا صباح البحر يا عرصتنا يا شهد. صباح الفل. صباح النور. تحت امرك يا شهد. ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا حبيبتي الشيف. نهارك قشطه يا شهد. عايزة طريقة عمل بان كيك. أحلى بان كيك لشادي عروستنا. صباح الفل يا شهد. تعال شوف التركات والحركات. عملناش حاجة بس عملنا لها مارك. عملنا لها مارك مش أكتر من كده. ميتي السخنة تكون جاهزة عشان أما أنزل معاها الخطوات بقى. بص الكارع. تعال شوف الشوربة بتاع الكارع عاملة إزاي. يا ريحة بيتك يا تفاصيل بيتك في الساعة دي زي ما انت شايف كده أحلى حتة كارع في الدنيا بتركات وحركات الشيف حسن. ما تنسيش تحط معلقة خل ومعلقة سكر عشان السوى. خدي بالك تتهري على طول معاكي. وأحلى حاجة العصب اللي فيها ده زي ما انت شايفة كده قدام قدامك. هو العصب ده يا جماله يا حركاته يا تكاته. هو ده قدامك اهو، كل تفاصيلك قدامك اهو يا جمال. الايه الكارع الأمامي. يبقى هنا لحمه بالبصل تسيبيها تنزل ميتها خالص خالص. بعد ما اديتها كوبايه الميه تسقسق مع بعضها عشان اما نيجي ندخلها في الطاجن تتعمل. اهم حاجه بقى بعد ما ضفت هنا الحمص على الصلصه اللي انا بطجنها بتاع الكوارع. بص نزلت ميتها ازاي. كل استوى مع بعض مستنيه ايه؟ الشوربه والكارع واطجنه. التركات والحركات لا ناسع. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استقبال لمهرجان شيتاكي عندنا. تعالى نعمل طاجن كوارع بالحمص وندي دفر العيال بالليل، او لحمه بالبصل، او ايه يا عم حسن؟ موزه بلسان العصفور. عملنا اول حاجه ايه؟ عملنا مارك للايه للموز عندي زي ما انت شايف كده قدامك. عملنا مارك يا جماله. وبعد كده يا عم حسن سلقنا الكارع الامامي بتاعنا زي ما انت شايفه وتركته ايه؟ معلقه سكر ومعلقه خل. تعال بص ودلع. ويا ريحه بيتك ويا دفى بيتك، دف بيتك بتفاصيلها وحركاتها اهو. هجي لك اهو انت معايا. تعال بص قدامك الكوارع عامله ازاي. كارع كارع اهو. بص العصب كله الامام، يعني العصب كله العصب كله يا دلع يا ريحه بيتك. اما التطجين عملت الصلصه اللي اديتها الحمص المنقوع. بص التفاصيل اهو. وهضيف لها شوربه وهضيف لها الكارع وادخلها فين؟ الفرن تتطجن. يا جمال الطاجن ده اقعدي ساعتين ثلاثه، ما تستعجليش طلعيه بعد ساعتين ثلاثه. وهنا عملت اللحمه بالبصل. تعال نبص عليها يا عم ياسر، يا تريكاتك يا حركاتك يا تفاصيلك. تعال بص كل تفاصيله قدامه اهو. كل تركاتك وحركاتك قدامك اهو. اكموري ما تستعجليش يا جمالك. هنا الكوارع بتتسلق، وهنا الحمص بيتسبك، وهنا الايه اللحمه بالبصل. تعال اما نشوف هنعمل هنا ايه. الحله دي هنعمل فيها ايه اهو. الحله دي هنعمل فيها ايه؟ هديها معلقتين سمنه، وسيحهم كده. صباح الفل يا استاذه ايمان. صباح النور. نهارك قشطه يا عروستنا. ربنا يخليك.
تحت امرك. يا تكتك حركاتك يا جمالك يا جمالك يا ايمان. تسلم. بقول لحضرتك عايزه طريقه الحمص الحلبسه وعايزه طريقه الرز بلبن. يا عندي احلى حلبسه واحلى رز بلبن لعروستنا ايمان. تعالي طعم السمنه البلدي مستكه وحبهان ورق لورو وقرنفل. واعمل ايه حسن في دي؟ ادي تاني مارك تاني للموس قدامك اهو يا تفاصيلك كل قدامك اهو. واجي على الحله الثانيه عشان اجهز له لسان العصفور. عندي الحله دي محطوطه هنا اهو. تعالى بقى نجهز لسان العصفور على ما احط له الميه هنا. عندي هنا زيت وسمنه يقدحوا واحده واحده كده مع بعض. احط لها لسان العصفور وحمصها زي ما انت شايف كده هنا قدامك. وارجع انا اهو للفخده. عندي الموزه او الفخده. ادي الملح بتاعي، ادي الفلفل، ادي البهار وشطه. خدي بالك اهو شطه. وبعد كده هنا عندي جوزة الطيب. واعمل ايه حسن في دي؟ اجيب لها ميه سخنه بتغلي. ميه سخنه بتغلي يا تفاصيلك في الفيبريشن. شايفه بيتك ودركاته وريحه بيتك يا ريحه بيتك. كل قدامك اهو. وبعد كده يا حسن اغطي عليها تخش في السوى. اغطي عليها تخش في السوى. على ما اعمل ايه؟ اغطي عليها كده وتخش في السوى. ما تنسيش انا عملت بارك ما سويتهاش. اروح رايحه فين؟ اقلب هنا اهو في شويه لسان العصفور. احمصهم ياخدوا لون ذهبي فاتح. ومجهزهم البصل والثوم والصلصه. وايه تاني يا حسن؟ وكمان كمان ايه حسن؟ 5 كوبايات عصير طماطم. خطواتك كده كلها قدامك اهو عشان تدلع. عندي لسان العصفور بحمصها قدامك اهو. وعندي البصل والثوم والصلصه وعصير الطماطم. وهنا عندي ايه؟ شوربه بتاعتي اللي هتطلع دلوقتي من الموز. هحطها معاهم واطجن وادخل الفرن. تعالى بقى نشوف الايه؟ تفاصيلك. حمص هنا يا ربيع. تعالى هنا اهو نجيب الطاجن بتاعي عشان اللحمه بالبصل. يخش فرني. فرني على درجه حراره 200. تعالى شوف التفاصيل. بص يا عم حسن، بص اللحمه بالبصل. يا ريحه بيتك، يا سبايساتك. كله قدامك اهو. كله زي ما انت شايف كده قدامك اهو. تعالى قابلني بقى بعد ما تاخدها. تعالى خدها ادي الطاجن بتاعي. يا تفاصيلك. واروح جايه ظابطه الطاجن بتاعي. ويكون في السائل ده زي ما انت شايفه. وبعد كده يا عم حسن ابدا اخد اللحمه بتاعتي عشان ارصها. واروح جايبه طاجن تاني صغير حاطه فيه الباقي ده. واظبط ايه؟ اجيب حاضر. تعالى نضفي واتجني. يا جمالك. تأول خطوة ده أدخله الفرن. يا أم رودينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هاني. وكل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب يا شيف حسن. أنا مبسوطة إن أنا معاك دلوقتي. ده شرف لينا يا أم رودينا يا غالية. يا رب يخليك يا رب. أنا طالبة طلب صغير بس منك. تحت أمرك. أنا عايزة عايزة الإسفنجية وكيكة العادية. كيكة إسفنجية وكيكة عادية؟ من العندي قبل العندي يا هانم. تحت امرك تحت امرك. بصي بقى دخلنا طاجن اللحمه بالبصل. كوارع بقى بتقول يا جمالها اعمل ايه؟ اجيب هنا التسبيكه بتاعت الحمص. بص على التسبيكه كده وبص على شوربه الكوارع كده. هتعمل ايه يا حسن؟ هروح جايبه شوربه الكوارع بقى ساقيه بيها الصلصه دي. بص التفاصيل اهو يا عيوني.
اقلبه تقلبتين، شوف الطاجن عامل ازاي. وبعد كده هعمل ايه؟ هبدا اصطاد الكارع. اهو بص عامل ازاي، بص التفاصيل، قلب قدامك التفاصيل. واحدة واحدة كده تبدأي تصطادي الكوارع وتحطيها في الطاجن عشان لما تيجي تطجني تبقى الدنيا ماشية زي الفل. بصي بعد ما استوى بعد ساعة عشان شوية الخل وشوية ايه وشوية السكر اللي احنا حطيناهم، كل التفاصيل قدامك اهو. بصي الايه الجيلاتينة، مفيش جيلاتينة، في ايه؟ في عصب كله عشان تستمتعي بالعصب. بصي عشان ابنك ولا بنتك يقول لك ما بناكلش، لا كلي بقى الطاجن من ايد الشيف حسن ودلعي عيالك زي ما انت شايف. وعندي هنا الموزتين بيكملوا سواهم بعد ما اديتهم صدمه. بص التفاصيل كده يا سور، سيبهم ياخدوا يدوا من بعض كده قبل ما ادخلهم الفرن مع الحمص ومع الصلصه. اجي هنا اهو بقى يا استاذه هاجر، صباح الفل. تعالى يا سور، تعالى يا سور، صباح الفل يا هاجر. ازيك يا سيف حسن؟ صباح الفل يا عروستنا يا جميل. انا عجبه باكلاتك يا سيف حسن. ده شرف ليا يا حبيبتي، انا تحت امرك. عايزه اعرف طريقه طاجن السمك. طاجن السمك؟ حاضر يا حبيبتي. الصينيه اللي هي صينيه السمك. صينيه السمك، حاضر يا حبيبتي. ايوه. تحت امرك يا غالي. تعالى شوف هنا اهو. هنا عندك هنا اهو قبل نروح لسان عصفور ده ايه؟ الموز، بص الموز. يا جمالك، وهنا لسان عصفور بتاع الموز. عندي زي ما انت شايف لسان عصفور خد لون ذهبي، بجيب له ثلاث بصلات ناعمين، بجيب له فصين توم واحورهم. خد بالك من التفاصيل اهو، واحده واحده. دب له كويس معلقتين صلصه. وعندي خمس كوبايات عصير طماطم، وعندي شوربة ايه؟ الموز. بص التفاصيل، بص التتجيل، بص الشوربة عاملة ازاي، بص الشوربة عاملة ازاي يا تفاصيلك. مش هتحط بهارات، كل البهارات موجودة في الشوربة دي، اكتمال عملية التزوج في الشوربة دي. واعمل ايه يا عم حسن؟ اسقسق لسان العصفور مع الخلطة دي، ياخدوا غلوة، أحط الموز في الطاجن وأدخلها الفرن وأرجع هنا أهو تاني، أقفل ده وأجيب الغطا بتاع دي وأرجع هنا أهو أشوف إيه الكارع. بص الكارع عامل إزاي يا تفاصيلك، بص على الكارع من فوق وشوف مين يا جمالك. بص التفاصيل، تمام تمام. عندي بقى الطاجن بتاعي، اجيب الطاجن عشان ابدا اعمل احلى طاجن كوارع بالحمص. عندك الاختيار تعملي لحمه ببصل، تعملي لسان عصفور بموز، او تعملي كارع بحمص زي ما انت عايز. اهم حاجه تكون اصطادتي كويس قوي الكوارع كلها اللي هنا. تقدري تعملي صغير وكبير، واحد حته اهو. يا تفاصيلك، بص ريحه بيتك ويا دفى بيتك، يا دفى بيتك. الشوربه دي هنقدمها؟ اه هنقدمها طبعا. هبدا اخد الطاجن بتاعي يا عسور، تعالى بقى قابلني. طب اروح فين؟ ما انا هقلب، ما انا هقلب لما طلعوا لك بره، هقلب ازاي؟ قابلني بقى. يا كوارعك، واحد صغير تاني يا ربيع يا جماله.
هعمل هنا هو ايه؟ هجيب ان هو شويه شوربه لده. يا تفاصيلك. هجيب ان هو شويه شوربه كوارع. عشان تدلع عيالك وتظبط الدنيا تعملي طاجن اتنين زي ما انت عايز. يا استاذه منال صباح الفل وحبايبنا بورسعيد. الو. صباح الفل يا استاذه منال. الحمد لله. نهارك قشطه يا فندم. تحت امرك يا غاليه. انا موده اللي كنت كلمتك. نعم. انا موده اللي كنت كلمتك. صباح الفل يا موده. نهارك قشطه يا غاليه. نهارك قشطه يا غاليه. صباح الفل يا موده. يا جمالك. تعالى بقى كده ادخل ده الفرن بتاعي. جهزوا الفرن ده والفرن ده جاهزين عشان الكوارع بالحمص. يا ريحة بيتك. ارجع هنا اهو للموز بلسان العصفور. بص عندك اهو بلسان العصفور. لسان العصفور ختم. بص قدامك اهو ختم اهو. 50% سوى 50% سوى. اروح جايبه نص الكميه دي حطها فين؟ في الطاجن. نصها. استنى. وبعد كده اروح حاطه الموزه دي كده والموزه دي كده. هتحطي واحده موزه كده واحده موزه كده. بص الدلع كده بقى. بص الدلع. تعالى بقى ادفن. ادفن. محتاج ايه يا حسن؟ سقساء شوربه. سقساء شوربه صغير. بص الشوربه عامله ازاي. سيب ارفع. اروح يا جمالك. قد ايه يا حسن الطواجن دي كلها؟ اعادي ساعه ونص ساعتين زي ما انت عايزه. لان انا عايز امسك الايه؟ عايز امسك الدبوس بتاع الموزه دي وافصص لحمتها. درجه حراره كام؟ 180. ساعه ونص ساعتين زي ما انت عايزه. سيبيه ياخد راحته خالص. بس قفليه الومنيوم فويل وسيبيه خالص عشان تدلعي. تعالى بقى اهو. يا تفاصيلك. قلنا التسويه 180. ساعتين ساعه ونص براحه خالص عشان تمسكي. اذا كانت الكوارع بالحمص تبقى دايبه، اللحمه بالبصل تكون دايبه، وكمان الموز تكون دايبه. التريكات والحركات لا ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم. استكمال لمهرجان شيتاكي عندنا مش في أي حتة تانية. تعالى نعمل طاجن كوارع بالحمص ونقدم شوربتها أو لحمة بالبصل أو إيه يا عم حسن زي ما أنت شايف، أو كوارع بكمان بالحمص. دلعي العيال مع شوية سلطة خضراء وشوية سلطة الطحينة وأطباق شوربة فيها كوارع أو تقدر لحمة بالبصل أو كوارع زي يا جمالك. اغرف لعيالك ودلعيهم وعيش محام وعيش مقمر في الشتاء ده مع شوية الشوربة دولم. وما تنسيش تدعي لي أنت وعيالك. وعندي كمان شوية شوربة لوحديهم. تعالى بقى انا عايزك هنا اهو بقى.
على اللحمة المهرية. بص اللحمة المهرية عملت ماركي وسلقتيها وكمان دخلتيها فين؟ دخلتيها بص اللحمة عاملة ازاي؟ قدامك اهو تفاصيلك اهو، وشوية شعرية، ودلعني يا عم ياسر ودلع كل سادة مشاهدينا. اختاري واختاري، تعملي طاجن لسان عصفور بالموز، تعملي لحمه بالبصل، تعملي كوارع بالحمص، ودلعي عيالك في ايام الشتاء. بنشكر كل الساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر كل طاقم الشيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. من واحده لاثنين هتروحوا فين؟ حركات تكات اكاديميه هنا مش في اي حته تانيه. انتظروني.